يقول خالدين فيها بعد ومساكن طيبة، مساكن طيبة. الآن البيوت اللي هنا الآن مبنية عندنا بالعراق وبلادنا كلها، من شنو مواد البناء؟ شنو هي؟ لو طابوق، لو جوس، لو سمنت، لو حديد، لو خشب. هذه مساكن الجنة، تدري ميش مبنية؟ قصر كامل من أسفله إلى أعلاه كلها قطعة من العقيق، قصر كامل كله من الياقوت، قصر كامل كله من الدر، قصر كامل كله من الزبرجد. هاي كلها يعني حيطانها، سقوبها، أرضيتها، كلها، كل مرافق القصر، الحمام اللي بي، كل شيء في هذا القصر كله من الياقوت، قطعة واحدة من الياقوت. يرى ظاهره من باطنه وباطنه من ظاهره. نعم، ومساكن طيبة. طيبة يعني شنو؟ هنا في قصورنا ممكن ذبان، أكو حشرات، أحياناً حيات، عقارب، أحياناً على سبيل المثال من شدة الحار إذا ما عندك مكيف مشكلة عندك، شدة البر إذا برد إذا ما عندك دفاية مشكلة. هناك لا شدة برد ولا شدة حار، دائماً هواء معتدل، ظلمة ما بها، نور. هذه مساكن طيبة، لا وجع رأس عندك، لا وجع بطن عندك، لا أحد يدوخك، لا أصوات عالية ولا أصوات نازلة، ولا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما.